كما رحمة الله باركتونا وتحل هذه المعادلة المزودة بالقيمة المطلقة. إذا لدينا x مربع زائد 2 يقيم مطلقة x زائد 1 ناقص 1 تساوي 0. هنا نضع الحالات، الحالة الأولى لما x يكون أكبر أو يساوي من ناقص 1، والحالة الثانية لما x يساوي ناقص 1. لماذا وضعنا هذه الحالات؟ حتى نستطيع كتابة العبارة بدون القيمة المطلقة. إذا هنا في الحالة الأولى، نبدأ الحالة الأولى ثم الثانية. الحالة الأولى كيف تصبح العبارة؟ تصبح نترك ما داخل القيمة المطلقة كما هو. لماذا؟ لأنه من أجل x أكبر أو يساوي من ناقص 1 دوما موجب. إذا كتبناها كما هي. بعد تبسيطات سنجد x مربع زائد 2 x زائد 1 يساوي 0. معناه ماذا؟ سنجد الحلول تساوي x ناقص 1، يعني هنا دلتا يساوي صفر. من حل مضاعف اللي هو ناقص، هنا ناقص 1، لم نكتبه ناقص 1. هنا في الجزء الأول الحل ناقص 1. الآن بالنسبة للحالة الثانية، أو يعني كي نقولوا أو معناه الحلول، نضع اتحادة. أولا لدينا الحل الثاني لما x أقل يساوي من ناقص 1. العبارة قيمة مطلقة لا نكتبها كما هي، بل نقوم بإدخال إشارة ناقص داخل القيمة المطلقة. قمنا بإدخال إشارة ناقص، أصبحت بهذا الشكل، ناقص 2 x زائد 1. فقط هذه الناقصة، هذه، لأن هذه الناقص هنا لم تكن كان زائد، أصبحت ناقصة. قمنا بإخراج ناقص عامل مشترك فقط. والعبارة بدون قيمة مطلقة لما x أقل من ناقص 1 تكتب من شكل ناقص x ناقص 1. إذا بعد التبسيطات نجد x مربع ناقص 2 x ناقص 3 يساوي 0. يعني بعد حل هذه المعادلة حساب غلطة إلى آخره، نجد الحلول 3 وناقص 1. إذا 3 مرفوض. لماذا؟ لأن قلنا من أجل x أقل تماما من ناقص 1، إذا الحل يساوي ناقص 1. إذا هنا لدينا الحل ناقص 1 وهنا الحل ناقص 1، تقاطعهما يصبح نفسه x يساوي ناقص 1. إذا الحلول هي x يساوي ناقص 1 لهذه المعادلة. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.